مهم جدا تسليط الضوء على كل ميداليه اولمبيه ابطالنا قدروا يحققوها في الاولمبياد على مر التاريخ، علشان في الوقت اللي احنا فيه ده بيبقى نوع من التحفيز بالتاكيد لابطالنا اللي هيتاهلوا ان شاء الله، واللي تاهلوا لاولمبياد باريس 2024 ان شاء الله اكبر عدد من الميداليات واكبر بعثه على مر التاريخ. طيب نروح للسكواش اللي حسم فيه 6 لاعبين مصريين تاهلهم لدور الثمانيه من منافسات بطوله العالم للسكواش واللي بتقام حاليا في أستراليا، وتأهل كل من سلمان خليل، محمد زكريا، وعلى مستوى السيدات تأهل كل من أمينة عرفي وزينة كريم وملك خفاجي وفيروز أبو الخير. كل التوفيق طبعا للمنتخب المصري خلال مشاركته في البطولة، وإن شاء الله تستمر سيطرة المصريين على كل الألقاب الدولية في الإسكواش اللي بتمنى إن شاء الله في يوم من الأيام إنها تكون لعبة أولمبية بإذن الله.